بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا ونكسر ذي الهام بدأ وذي الملكة ستود دافها عالم كان قلص عطان كل سود وادا برنامج كني بدانشة وتدوبا كستبا حلي قلو كلي ديكي ما دا استوديها تلفيشة ككلسل وكل يهي كودها مدى على دا دوني دا وذي البرنامج كني تدوبا كان وحا مرتين وغوة مشاهد علي يوسف علي قري أو سياسيين تأغوة وسومالنا كمدا وقرين مشاهد كسو دو برنامج كنا بدانشة وبحسسي ان سؤالي دوغو هوريسا مدن علي قري اوغو هورين باينو كو بلاونه waxaad warbixin kooban naga siisaa xaaladda dalka iyo waliba hanaanka ay u bilaabatay qaadashada kaararka cod bixinta ان xaaladda siyaasadda ee dalku anigu uma arkay inay fiican tahay xaaladda dadka ومرحلة أدق ثلاثة دينا أنا إيمو قنين من لماذا دي أنا إيمو قن دلال كيدي أنا إيمو قن سيدي حالة دا سياسة دا وش عصب لوغو سبين كاري لها وحلوغ بدري لها هذا يتهي سياسة دا ربها قدها هذا يتهي سياسة دا ربها دبدو كلك كم فرح سني هسه عتاد نين دبعتوي بدن صامرة بارهاي دين ويا ريمة بدن لبارهاي وحاصر لما أنا جا نيدي ده حكم بدله ومرنا تقف مسلم أنا هو ولي بحق قولة صوفية دا هو إيمانك وناكسره وحوله إلهي كيره وناقوم بنقطه حتى هذه نقطه وحنا نوجدوني مركا قدرك إيو قضاها إلهي وحنكو صور ربي اسمه إن أن إلهي مركزته وناق كماليست ويوحي نيلي والله يا باينا عسى ان تحبوا شيئا وهو خير وهو شر لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وهو خير لكم بركا اسغا اوغ الهي سيده نورون بركا تا الهي بارو ديري وخا لا الهو سيده نورون ادغو نودو واتا ان مدن علي قري waxaad ka mid ahayd dadka hadda la xuso ee waqtigii hore ee Soomaaliland ee loo soo jihatimayay dadkii u soo dagaalamay mad ka mid ahayd xaaladdaas markaa dagaalamayseen iyo xaaladda maada taagan waad barbardhigi kartaa bal labada xaalo laba daqiiqo noogu sifee sidee soo aragtaa xaaladii hore iyo xaaladan waxaad sa doonaysaa ma gaadheen horta dagaalku ma aha burbur iyo dhimasho oo kaliya inaad uga dal leedahay iyo inaad adkaato ama laga adkaado marka uu dagaalku siyaasi yahay ama uu halgan yahay qofka macnaha halganka garanaya waxa weeye inuu bedelo wax uu u arkayay inay ahayd xumaan haday tahay dawladnimo haday tahay cadaalad iyo baragtay dawlad wanaag haddaad ka dagaalato dulmi iyo cadaalad darro waxa weeye wixii marka aad sameyso haddii wixii wax la mid ah uu dhalo halgankaasi wuu guuleystay anigu uma aqaan way maantana runtii wax fara badan oo wixii laga dagaalamay ah iyo wax ka sii daran marka aad aragto haday qabyaalo tahay haday eex tahay haday musuqmaasuq tahay marka waxaa soo dhammay aad ka guuri weydo isla wixii uuna meeshii uu jiro waad isweydiinaysaa ma sax baad ahayd mise qalad baad ahayd maxaad soo kordhisay anigu xil siyaasiya ummaddan uma qaban mana jecli inaan u qabto insha allah wana qaban maayo laakiin kuwa u qabta ee hunguriga weyn ee mid waliba doonayo inuu dantiisa madaxweyne u noqdo oo aanu dadkan iyo shacbigan dantiisa
أقول ترين ده كرسي إلهيات كجفوقات وحكفي عن كوادي له يقدوات وعي بركة أنا حردي هور مركة تلا إيوه وحوي سياش سنبة تاجن وصح بعض هاي مستغل يعني وحي وشرة دي صح إمك أبو وشرة وحي أتكذا قال أنت إلا هدوه تاجي إلا هدوه تاجي طول مجيء عدل أنت ريوه تاجي وهاشرنا ضد بعض القصص السبع قبيلة ده الله أرنا إياها إن وحوي هاي دول مجنوا لحدين ودر دول مجيء عدل درهم تارو ضم ما يحين صح هوي رم ما يحين صح استغرب معها طول مجيء عدل درهم ودول مجيء عدل درهم المكلا حيانك مكلا صانع وقتها إن مشاهد على القرية إن بدن بعض حزبية صامرت إن حزبية وعيد أديك إيه صاحب كاتشمال إيه أنت إذا تاجر سنيد والدك قوليست وقت قاس وسعودي دجالك يلولن كأد كشرتين إدرتشين السنة ذيك قوليستان وح أد أديك أو أد أقول عن أخبارها فيسبوك أد سوشيال إيسي هديبة نلقى قوليستو وح أن أديك الرجال دونا حزبك وطني مركليات أو حد كسر لحبي دانت حزبك كل مية محاك وكل في محاسس بدله. السؤال بالعكس. صدق حرين. واي. مركب وجه الرئيسة. حسب معارض عن واحد. وضرينا حسب معارضها. إيه. وحين نقول دعي يدقال كي نقول سعودي وأركي وطن. واي. وحي هاي. إنا يسعد نور الدقال كلا. أنا لا وضعت هذا البطيء به. تبعنا أن ميت سوى دكورنا. واي. لكن عبد الرحمن. وكجاب صدق إنه فيصل وحي السبيني يسعد وجهر يبادو يراه هذا وقدري. أو إسكاية بربرتاعه إلا هي كمان حكومة دي يحس بيجي بربرتاعناي سوونه سكبر تاعناي وين لك هي الكقولة هنا فيلين وحها عبد الرحمن وين عبد الرحمن إحنا نومهين وين تاسو عمد وين إن مركي كل مية إسقاب صدي قلادي مسديدك حكومة ضاحت وحكاية السبوة دقورين كل مية وضني واي شلي كوي أنا أقولها وحي مستقبلا قضيت هاي قيد به كهاي وحن حن أردن بق أنت كهاي بركي هل كنت تكتي أيه اللي ما ضحى يقول سري سين قدر أيه هو قام ماذا لقى دقي يضرب غمس كله هو حوي دمحن وذاقنا بركي أنا يحرسنا هاي وهو كعروضي بانكرانية محمد دحيوس وهو كعروضي بانكرانية هي بالعروضي أو نين كعروض إيه أنا واحد كل جديد وحاي هاي تدي لي قاعد كذي إني هالكود تشوفه أنا نقول أنا حق أنت لكن حق اللي تجين كمان قناع سنين أنا نقول قابلات داوين هالك هاي تجين رودي وحاي كوكرلي وين ما نركين وين قاضب كله وتره وين سيدا وكسب حي حسبه أنا قلت لك لها وأنا نشجر هرب ودري رجع بدن فيس بركي أي استورني نبى لقك هناي نبى وحلقك هناي تبدأ أحمد مو مستعد نكليه نيل سود دالي إيرو الله صوق علي أو حل بلا سود سبيه بوها وعي وحنا قبي هدي أحمد مو مستعد أوقاته كان السيل عوقاتهم وصبيح عندي كلا ليش واسق حجر هيرا برك الله جاءه تي كلا ويريد الله بدن كأي قادم يسأينه أحمد مو مسد سديها وكأينه أحمد مو مسد بدلين هدو دوني إنه صباح وأنا كل تلي رجع وجو أوين وضني صدق حذاء قطب مر كارا كيرت موسى الله بيصدق صرد ما كسرتي إلا مالك ما أنت أنا، سو إدميل هيو تي في، أنت إذا كمل هيو كأنا وقعد كي قاسينا، على جوري يوم حي كله تاي مورن، ما أرق، ما أعرف وين سنسا،
رجوا وين السوق تشوجا وضع أقويها كاه حتى أنا إجا إجا بس يد لوا ننوح ويدي كمتر وموسى وموسى سقوا سدع صادرة إن وهي بها فرح بدن السوق هاي حلا هل جمار الصو هذا قال لي وقت بدن أي أنك نبهر بدن أنو مركا سبب أنك جرعة إيه أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول سياسة أنا أقول لك 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 أنا هذو يلا هاي الصين العط كاجي يقدره ما الصينية. إن مدل مشاهد على قريب إنك استوى أنا سياسة صاحب لهين. موسى بحساب شكته وقت فربنا بتصور قادتين. وقت يفربنا وحات شكته موسى إن أنا مناسب كوهين إنه هو جان كحيل كقبطه مرك الله إيه قدرك الله ترتمي. ما أنت واحد لا هاي إن موسى العط كاجي الصينية سجى هو جان كقبانية. شل إياه ما أنت. كيفان قادنا؟ واحد قادنا إيشا؟ ما أنتي موسى ومشرح نقول؟ موسى. رجيك على إستجا حسب جيس كل ترتبي يعني ماشى كبحين. نسبك كل مية الحديث بقول ترتبي. وين؟ كل مية الحديث. وين ترى ركع جها برا؟ وين؟ أنا محمد دوحيوس. يا عبد العزيز سبعة لبا. صح حسبك كوباي لبي ترتبي. أوكي. لما ضوينا كجها برا يا مغبا. سو نكسن. لما ضي بوخير. أما والله غير خيبة. وين؟ السقيبة صبح. وين؟ جمال علي حسين. حضو مشترح كأهل لها أعد. أو فيصل أقبلي لها الله بدي مشترح حسب قاسي لها. إيه صو صاري. حضي قعدت إنا علي ورابي اللي قدرين. إن جمال علي حسين يو عبد الرشيد حسن متامن تاجر سنة. سوى ناس. وأنا من سرعيني كذا بويهم. وين؟ كوين ولدي. وين؟ لا يبغى بشرح حكوا الصبر على مركا وحيس كوا صار مركا يعني مواقع المشرحية في سلية إحنا صار إيه إحنا وانيك أكو شرين تعقدهم أيك كقلي حد أي ما كقلي حد سووا ناس ساسد كنت أجري سمر كامل مركا ساسد ما ينقطع إيران موسى إلى هاي قدر يد إيران أنا تكلي حد إن حسب جوعد إن فربضن ولا سود دا شيء قيبات كاي قيبات كاي مركا ما أنت حسبية ذاك لو بربركتو سيدابوك ولا مغضادقة فيصل على ورابي فرك اللي جت روعد فيصل وحكوا صبح يا وابر مركوا فيصل عد ما نس فيصل سيرو تبر كوا سيرو بيكروا وقتها إن واحد نقول شنا وبرنامج كني بناش إن مش على الجوري أدم كذا مهد إن وقت جاها إن صاحبك حرس إن فربضن ورباهين تبقت حزب عد عد كل الليل سين وقتي وكبي راي حزب وطني وح هذا براها قبل شو كنت كصوب بهسي إن حرسي من المناسبة وتجي إسلام مركز سنة واضح هم باليسي هذا ما إسلام هذا هاي ستة قبان ضد كقار والله عرف كلية كوتشرة إسلام مركز سنة لدقة كوا حزب قاعد وعذين سو إن أو سامين بدل كوي يالن كريو ما داموا أذوق مركز ولا سأله هم باليسي أرد حرسي وفريد أنا فريد كانوا ما شاء حتى عطاني سينو وين دلال بدن وجيسي خبرة دير ملها انت رانو جو صو شباي صو كعكو في بس صبرنا ان لكن وحن رنتي تعالى دلال كيس ان مركي ومدحتو يد شو جاي انا قدرها ما نعلين حس وانا ان بدن شيء انا وقف كوحن لكن إيه هل كنت تجي اسمه هينا نجا حرس وعي قف كان نجا عدد يدنا قف كان نسقى نقف حل هيا حل عن وقع وح كلها هذا نسقى حس بينها أما وحب قارن كوه هيا وأنا سلوه وما كارلا سوناك لكن حرس ده رجب يسقى لنا يمك حق نقولي سوناك وأرد ده ليا صح ما الله نجا با نك هذا ده الكيس ما يرى ما يرى واتهاي إن مثلاً على الجوري
xisbiyada mucaaradku maalmihii ugu dambeeyay waxa ay ka hadleen xaaladda caafimaad ee madaxweyne axmed maxamed maxamuud shilaayo isla markaasina in badan aad rafiiq ahaydeen waqtiyadan aad xisbiga kulmiye ku soo biirteen laga yaabe inaad marar badan kulanteen bal xaaladda caafimaad ee madaxweynaha ee ay dhaliileen ay sheegeen xisbiyada mucaaradku inay xukuumadda qarinayso arrintaasi bal wax nooga sheeg horta anigu أحمد دمد دير اسمان نان أرق واي سيدي دبانا حنونك إيو عافيماتك وحي كمديهين سنها النوش دليلنا ماها عينا ماها واي وان قبانيك أحمدين وحنو الصنية وحن نقود عيني إنو إلهي عافيمات دق دق سيو ساقي ينتيني كالي أكتبا واي واي أحمد دوانا قاني طفل سيدي سيما هذا biriga aanu anagu deeqa xad saaxiibka ahayna wada soconay sidaan anagu ahaa aniga igana ahayn wax weyn baa iga siiya qof sidiisa ahaanayaana ma jiro ma jiro sabarnan waxay tiraahdaa haddii wadku ku daayo gabo baan ku dayni markaa da'du waxyaaba oo xanuun badan baa kugu soo baxay oo waxaana qabaa axmed in waqti horeba dareensanaa in ay xilkan aanu sii joogin kursigan oo ku fadhiyan saxna wuu ku ahaa runtii way marka waan qabaa anigu inuu xanuunsanayo dhaliil iyo cayb midna maaha ilaahay inuu caafimaad sariicana siiyo oo xataa maaha da'diisu dee da'dii odhanaynay waa kan xaji cabdiwaraab oo talinaya jooga marka ilaahay hadduu caafimaad deg dega siiyo daanu ducayno waa madaxweynaheena waa tahay waxa uu sheegay dhawaan maxamed xaashi cilmi isla markaasina isagoo warbaahinta la hadlay wuxuu fariin u diray madaxweynaha inuu iscasilo adigu ma qabtaa maxaad sa fariin u faraysaa madaxweynaha iyo inta talada la leh madaxweynaha iscasilin baan leh ilaah baan kugu dhaariyey intaa ka hadhay doorashada ilaahay waxaan ka baryayaa inuu inoo daayo caafimaad inoo siiyo hadduu iscasilo ma garanayo wanaagga soo kordhaya uu maxamed xaashi ogyahay anigu ma arkay imika xataa haddaan isagu talini marxaladan imika socota inkastoo imika heshiisyadan la galay iyo waxaan oo dhan ay wada mugdi yihiin oo in qaran lala galay iyo in shakhsiyaad lala galay mararka qaarkood aarad kala garanay si wanaagsan haddana wixii qaldamo waa la saxiyey waxaan leeyahay anigu laba qabo maxamed xaashi inuu iscasilo madaxweynuhu waa tahay wadahadal baa u socday somaliland iyo khaatumo in fara badanna gobollada barigu cabasha soo jeedeen leeyahayna somalilan waxaasaanu kaga cabanaynaa wadahadalada khaatumo ee cali khaliif galeed iyo somalilan seebaad u aragtaa magacaad doonto u bixi marka khaatimo ay tahay iyo marka ay tahay dhulbahante isla somalilan weeye somalilan mida marka aynu doonayno cali khaliif waa muhiim qadiyada cidda wax ka maqan yihiinna maaha urur khaatimo la yidhaah waa reer dhulbahanta la yidhaah cadka dhulbahantana waxaa leh taladiisa reer dhulbahanta waa tahay oo u dhan heshiiskaa waan ogolahay qodobadan xataa dastuurka in la furo oo ay ka xanaaqaan qoladan isaaqa meesha joogtaa anigu waan taayarsanahay laakiin goor maa la furayaa marka ay ugu habboon tahay wey waa tahay waqtigan imika la joogo heshiiskaa lagama midho dhalin karo mabaadii baa lagu heshiin karaa xilka ugu weynina wuxuu saaran yahay cidda doorashada kadib soo baxda hadday doorashadaas qabsoonto oo muddadaa ku qabsoonto haddii oo doonayaan cali khaliif iyo in barnaamij la fuliyo isu dhammaystiran muddadan imika xukuumaddan u haray waxaan leenahay war xukuumaddan idina waa ogtiin xaalkeeda annana waanu ognahay xaalkeeda ma isla gaadhnaha inaynu doorashadan uta dhaafno mabaadiidaana ku heshiino in la fuliyo oo ay xilkeeda qaado xukuumadda cusub qaybtiinana ka qaadataan da xukuumadda cusub iyo waxaa leeyihi wixii kaloo dhan waa laga wada hadli karaya xukuumaddani waxay tahay cadkooda inay ka helaan
shaqalaha sida loo qaybsanayo inay ka helaan bay leeyihiin, ciidanka sida loo qaybsanayo inay ka helaan bay leeyihiin. Wax fara badan oo ay leeyihiin oo xuquuqa oo ka maqan baa jirta. waa tahay cali saleeban cali koore oo si fiican u garan soo xildhibaan golaha wakiilada soomaaliland ka tirsan oo la hadlay kalsan tv waxa uu sheegay cali khaliif iyo gruubka la socda in aanay matalin wadahadalladaas iyo go'aanada laga soo gaarayna aanay gruubkaasi matalin beesha dhul bahante arrinkaa ma la qabtaado cali khaliif baa wasaay markuu la hadlay wasiirka arrimaha gudaha soo isba ma ahanin dhul bahantaa dee xukuumad baa ka tirsan tahay wilaadu iyo dowladda annagu waxa waxaanu nahay dee jabhad mucaarida marka kala saara marka la hadlayo khaatumo intay doonayaanba ha noqdaan dhul bahanta khaatumo lama yidhaaho mise su-aashu waxa weeye ma khaatumaa dhul bahanta ah mise dhul bahantaa khaatumo ah markay taa ka soo jawaabaan dhul bahanta ayaanu kala garanaa waa tahay mujaahid cali gure sidii aad sheegtayba wixii aad ka soo dagaalantay ilaa iyo hadda may xalismin welibana waxa aad sheegtay in maanta ay ka sii lidato haddiiba lagu yidhaahda maanta soomaaliland iyo soomaaliya dib ha isugu noqdaan maxaad u malin lahayd waxaan ugu jeclaan lahaa soomaaliya oo dhan oo dowlad qura ah oo calan keliya leh haddaan helay haddaan waayo soomaaliya iyo somalilan oo mid ah oo calan keliya leh oo cadaalad ku heshiiya le waxaan ka dagaalamay may ahayn somalilan diid soomaali diid maan ahayn waxaan ahaa cadaalada ridiid welina halkii bay ka hayaan reer koonfureed riyay ku nool yihiin haddii inta ay riyadaa ku jiraanna hadday imanka somalilan ictiraafi lahaayeen 90yaskiiba waa naga taga annagaaba ictiraafnay waxaan qabaa maanta in soomaaliya midoobi lahay aduga cale ahaahaddiiba maanta la yidhaahdo somalilan iyo soomaaliya mid ha noqdaan oo calanmaay ku midoobainta aad doonaysa ee dhiman haddii la yidhahdo cadaaladii iyo saami qaybsigii haddiiba la helo somalilan iyo soomaaliya inay mid noqoto ma taageeri lahayd laakiin ma la helaya somalilan baan ka dhex waayay anugu waan taageeraya why not maxay waxba ii soo kordhaya soomaa dadka walaalay bay soo kordhaya anugu taa ma diidanin laakiin markaad aragto sida imika ay soomaaliya tahay yarkan cowboygaa soo mad arag film actarka anugu film actar baan u aqaanay imika ninkan meesha haystee maxamed cabdullahi farmaajo aqoon uma lihin laakiin inuu wax matalo sidii uu wax matalayo ayay u arkaayo dhibaatooyinkiisa iyo ahmiyadihiisa hadduu garanayo hadduu ahmiyadihiisa garanayo somalilan wuu daysan lahaa wuxuu horta wuxuu ka shaqayn lahaa intii dooratay bal kuwii doortay baa isku caynaya bayd goosan oo si loo kala guraya aanay jirin markaasuu somalilan iyo dekedaheeda iyo maxaygeeda ka talinayaa iyo baashi marka haddii la helayo soomaaliya oo cadaalad iyo sinaan ku midoobaysa ka koobaad ee taageeraya waa aniga inay midoobaan taan ugu jeclaa baan ku idhi waa soomaaliya oo dhan oo dowlad qura lahoo midooda haddaan taa waayo afar ka mid ah haddaan afarta waayo saddex ka mid ah haddaan saddexda waayo labadii xataa waana golaha waa tahay laakiin waa inay cadaalad iyo sinaan iyo waxay wada leeyihiin iyo waxay kala yeelanayaan iyo inaan wixii shalay dhacay marka la dhici doonin ay damaanad helaan dadkan intaas waa tahay guntii gabagabadii barnaamijkeena ayaynu ku dhownahay mujaahid cali gurey adiga hankaaga siyaasada halkee buu gaadhsan yahay cali niyow siyaasadda waan ku soo lumay anugu mana lihi han siyaasadeed oo waxaan kursi soomahan waxaaso laakiin marka uu yahay fikir iyo ummad siyaasadeed dan u arko hankayga siyaasadeed waxaa weeye in aan ummaddan u horseedo wixii doonaya dhibaatay aniga haygu soo maro inaanay siyaasaddu ahayn been iyo khiyaamo waayo ummaddani waxaa rogay siyaasaddiiba waxaa loogu sharxay inay tahay been iyo khiyaamo oo loo kala siyaasisan yahay sida loo kala been iyo khiyaamo badan yahay aniguna waxaan leeyahay maya
كلجان نقدانو اه قول ده الرئيس تي وحاس يعني جاي بمريا انا ما لبا كصدا امد توسنتيت حيان امضيد وي وحان كو ييبسن كرو لعق يا كرسي مدينه متر واتاي ترتنك دورشوين كاسات شيكتي وحا ايمك كولولاميا وا كلميه يا وداني كلميه ابا تاغرتي لكن مركا ساحده ايكتو محو كلميه كو هانن كرا دلك محو سي حزبي وداني كو هانن كرا دلك هدي با اسميه برياه دلك حزبي ما هانتو حزبي دل حكومه انا متشرو دلك سمايلان ليرا نيمبالا دورتا مدحوينه وي دلكو يشا اي دلكو بو يشا وي هدو ني وناكسني دلك يشو هدي دلك ني وناكسني يشو نيكاس ورتو كخرنت هي سومايلان ما حسب غير ما وقف قف كامل حوينها سومايلان كنقدا هدي او نقدو قف دي امد هجاميه وي ما وما اركو مصبيحي يعرف انه مدنه هجاميه سوالف لكن إلي مرح دوارك رجمو، أوكي لا دورته أو مددي سلاماته أو كوكرنا لقى أو دوارك هسي صعوده، أو متكرنا حال لقته آخر كوا حال غيابا يابا إنه مرقبته أي إنه أقول له هلقف أو كلي هذا هلقف أو كلي سمعنا البعض أو مالين نصيبك أو نقضه هجامية هدي إكاهشوا شعب سومايلان دد ك وناكسني ما جرا رن بانو ku dhiqilaha حتى wada hadalada Soomaaliya runtu u sheegi laha shacabkan oo wax ay ku qanciyaan ayuu sheegi laha marka taa marka ma waxad ka wada cal guray wada hadalada Soomaaliya ee masuuliyiinta iyo xukuumadda la hadlayaan hadallo wax ka been waxba ka jira weey waxaan ay raadan wada hadal baan wadnaa kala hadal baan oqanaan iyo iska hadaliyo waatay mujahad cal guray marka loo eego ragii soo jihatamay ama in SNM ku soo jiray dalka uu soo dagaalamay halkay ku kala dambeeyntii nolosheed de orta halganka sidiisaba uu guuleystay siday u define gareeyaan dadku dadkan halganada qiimeeya way waxa la yiraahdaa hoggaankii sare ee jabhada guuleysatay waa inay ka mid noqdaan hoggaanka qaranka dagaalyahankii soo halgameena waa inay ka mid qadaan xoogaga dadka dadkii halgankuna waa inay ku milmaan shacabiga marka markaad eegto da intii hebelada loo jiray da horta raggii ilaahay naqaystay raggii intii wanaagsanaa ilaahay baa naqaystay waa kii huystay isaga naqaystay ka oo shahiidnimada helay hubahayagii soo haray baan meesha ku qabsanay way inteeda soo hadh way waxaan ahayn xashiiskii de ragii naga fiicnaa anagu ee anaga naga fiicnaa waa ku wadhintay qoladeedii kale meesha soo xashdeena labada askari baa ka sii riiq lahayd imika kulbihii jooga yaani guriga kulla ku kiciya kulla ka sameeya qoladii kale de waa ku gudahray iska fadhiya xuquuqdooda halkay ku dambeysay ما سأنا حق له إن حكومة ده إيه إدين كلف تركينا وإن أوه هذا شأنه هذا سيد الدولة ده إثيوبيا أو كلا ده كي سوح ريمان توح أي كله منصب هكذا كده من حق السنة وحري يجو سيلين كواس وحن أنا قلت هوا جهد لي وحن أوجه وحن يجو سيلين أنا عد كليين ما طلع سيجو سعمية صباح أبغى القصص سوى نكسر إبغى الله هذا عسكري أنت كلوي كسور تيتا صباح سمعت لك بطني ذي مركا انا قلفت اذا انا يقوم في لا قاحين ويسوق شرنية سنة بدون هي من سوى هالقن وحن وحكو الدور تماها او دايقو فلان هذا هاي سايمة كو مدى ويسوى سوى ناكسن ها مركا ادي لهي انا قد بدي اراد النور راعين أنا وأتهي إن قنت يا جبهة برنامج كنا سؤال شو قطن بيا أذكر وقت كان كفاية السنة إن برنامج كبدان إكلسن تي في وما هي فرينتا أضف رئيسه سياسيين تترتمي شعب كسومالي لان حكومة الصومالية إنت هذا أذكر وقت كنا كفاية السنة وما هي فرينتا أضف مرة نسها هذا أنا هو شعب كسومالي لان فرينتا إذا وحوي حقه صنينا
وحيد علي بن أبي الظالم قصته وكفري فإن حريست إلهي لك ما قصته لبعض بعضهم بعض صمرتين أبارة يدخل دعي دعالة يدخل دعي هنتين اليوم نبى الله هيدون نبى عرق اللودري هكا قصنا نهضر رحمة إلهي وحكود عايزتها اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا أسرارنا إلهي بريا وكنت عايز إنه كوا يدين كوا خير كبدن تلات يدين كل يوم الله الشعب يقسم على الله وقت دور الشدنا والله يعني هل كان مرة مرة أورن مايو أورن مايو كون أكسنت وكون أكسية يعني كتلاطم بس هيكون مقتين عن أنكر راعه وعلى إنه والله هل كان ضع ضينس وعده كيسو بحابنا مدحون بكون نقم لكن وحا مهمة إن أي دور شخص قبصانته أو أي سنة بتقليها أو قبصانته أو أي سحرة أو حلالة أو قبصانته عدكي نريب تنلي وليبا كارنا كارنا قاط وان قاط إن صباليا سياسين توت داسك دور تا سياسين تا جايس إمسا نقصينا سان اعترافك عدان إلا بارلمان كود اللي هو كنت نقول ليب سيداي wadada qulaha ugu dhawey waxa weeyeen inuu xitrafoon ila waba soo qiimeysto ila baarlamaanka hadda in fadhiisino sidana inaano imi socod baan aqbalaya lacagtiina waa la helaya si wanaagsan de si kale nagu siin meesaan ay dukan xitraaf soo qiimeysto soo qiimeysto waa idinkii imsanina waan gartay marka baarlamaanku loo codeeyo waxaana qalad kale reer Soomaaliland waxay koonayaan xamar lama tagi karo war hadaan xamar tagi kari waayo axmed bana anigu maalin u galay madaxweynaha way waa markii meesha labadii sano ee hore joogay haye kulkaas ku dhaxmad waxaan tagayaa xamar mar gudo intuu soo baraar ugu gacanta miiska ku dhuftey ayuu wallahi billahi tullahi inaan tagay maada tagi kara xamar tagi miis kulkaas aan meed weydiisay waxa aan ka doonayo markaas suur maya halka nin koo safo oo dayarad keligii wata ma idin ku soo maray baan ku jiray kulkaas uu haa muxuu doonayay baan ninkaas wuxuu ku soo safay ixtiraaf u raadinay waxaan ku jiray anigu xilliyadii ma hayo xisbi kuma jiro shaqaale kama tirsan meeshana waa baan aqaanaa anigu xamar markaan saddex bilood ku maqnaado haddaan idin tusi waayo TV-ga xamar oo isku haysta nimankana la ictiraafiyo ictiraaf mayno aniga waxba weydiinina way adiga waxa weeye dadku dhaqan buu leeyahay waa reero horta barkooda hore waa laga gala waa wada ka furan waxweyaa jira dirbaa jooga digil iyo mariflaa jooga daawad baa jooga haddaad adigu garanayso qaabka aad wax u iibin karayso midda kale maadaa khasaare ah marka aad soomaaliya ka goodo su-aasha qudhahe aani inaa weli iswadin waxa weeye marka aan soomaaliya ka goo maanaa khasaare jooga mise soomaaliya khasaare joogta maxaan soo qaateen kale imi xamqujaanugu hadda markaa soo goostay maxaan kala imi maxaan se kaga imi way soddon sannood waxaan tagaynaysa halkaa ma yaal hantidaadii iyo hantidaydii iyo umadaydii waxay yihin mise halkaa ma yaal si wanaagsan marka ictiraafkii baad leedahay meel kale ayaan laga doonaa xamar buu yaallaa anigu ilaa iib kaa saban maraya haddaynu si kala gara weyno iyo haddaynu reera u kala saarayna nimankan oo le war hawiyo maxaa nagu haysataa nartway oo aynu qolaba mar qabsanayno dee kuwana inooga dhow gaaladan iyo waxane intaasoo nino magaalada joogto oo hadday xamar taxta tagaan iyo ku gudlaan taga iyo ku kismaayo tagaba oo la iswada garanayo oo lala doodi karo si wanaagsan milxan baa yidhi meel baan ku qabanaya wixii ka dhacay subiidaan wey anigu inuu bulxan u joojiyo waa diidanaa inuu tagaa baan doonayo waayo daadeer sharci iima diiday hadda waxa weeye uun dadkan siyaasiyiinta ummaddan oo ah ayaa khaymina waa maxay fariintaada siyaasiyiinta soomaalilandna waxa weeye waxba ma tihidin ummaddan iyo dadkan waa hoojiseen waxba ma tihidin ku mada sharaxo madaxweyne dooliya iyo ku kalooba wax allaaliya wax ummaddana ma mitashaan dareenkeedana kama tarjuntaan daacadna uma tihidin ilaahay intuu idinka qabanayo iska wata
وتايدا ودلنتس waxaan ku soo gabagabeynaa barnaamijkeena bidaansha oo marti lagu ahaa mujaahid Cali Yusuf oo ku magac dheer Cali Guray barnaamijkana waxa ay gala qayb qaatay qaybta sawir qaadida waa Sharif iyo Adeeri Soo iyo farsamadii Muqtar Arab tan iyo intaynu barnaamijkan mid lama ku kulmayno waxaan idinka tageynaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh adduun wasta mujaahid